معاون رجع إلى جزين مستعيداً انتصارين، التفاهم مع الحليف والربح على حليف الحليف. ففي إطار جولاته المناطقية حط رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون رحاله في جزين، وفي أول محطة له لاقاه مستقبلاً رئيس كتلة الوفاء للمقاومة. هوني بشعر أني مش بشعر أني بأرضي، كل لبنان أرضي وأرضكم، مش أرض ما حدا بيتملك الأرض، لأنه لا تتجزأ الوطن. السنتيمتر فيه اللي على حدود مثل الكيلومترات اللي موجودين بقلبه، فأزل عايشين على أرضنا، عايشين ببيوتنا، مرتاحين مطمئنين لبعضنا، وهيدا أهم شيء. إن شاء الله هالمباني كلها بتتكرس لأولادنا وأحفادنا، وبتضل جزء من تقاليدنا والمباني يلي بيظلها لازم نضل عايشين. السياسة والانتخابات محطتان جمعهما عون في لقائه اتحاد بلديات القضاء في سرايا جزين. ناس بيقولوا هيدا السلاح منه شرعي، أنا بدي الشرع بس يقروا شرعة الأمم المتحدة. شو بتقولوا شرعة الأمم المتحدة؟ كل شعب احتلت أرضه له حق بجميع الوسائل يستعملها لاسترجاع أرضه. بقى شرعية سلاح المقاومة يؤخذ ويشرع باحتلال الأرض إذا كانت أرضه محتلة. هلا كلهم بيقولوا الجيش اللبناني، الجيش اللبناني بيقولوا إنه يعملوا قط من خشب لا يأكل ولا يشرب ويفزع الفيران. ما حدا منا بيريد يتجاوز مهمة الجيش اللبناني إذا جهز وأعد العدد الكافي اللي بيقدر يواجه فيه إسرائيل والشيء المرهق اقتصاديا والعاجزين عنه نحن سكانيا. إذا بيقول لك وإذا بس ضربت إيران لا نحن بدنا نرمي على إسرائيل. أنا ما بدي أقول إنه لازم نرمي ولا ما مش لازم نرمي، أنا بدي أطرح التساؤل. طالما إسرائيل عم تحكي عن جبهة واحدة بين لبنان وسوريا وإيران، مين بيقول لي شو حدود العمل العسكري اللي بدي يبلش بإيران؟ زعيم البرتقالي حل على الفطور ضيفاً عند النائب زياد أسود، وعلى الغداء في مطعم النائب ميشيل حلو، مصلحاً بين نواب جزين الذين افترشوا الطرقات زفتاً ترحيباً بعماد تكتلهم. الحكم سيستمر وسنثبت وسنثبت مع الأيام، فلا شيء سيغير تلك الحقيقة، لأننا تعلمنا أن المقاومة والصبر والصمود هي علة وجودنا. جزء نختلف على البلدية بسيطة، نختلف بالسياسة بسيطة، بس ما فينا نختلف على سياسة وطنية هي لتثبيت الوطن وديمومة استمراره. أما صوت جزين المرجح عونياً فصب في ملعب بويغاز، حيث تمرد الجنرال على من وصفهم بالمافيا الحاكمة. اللي بدي أقول لكم إياه أنه قلتوا وديك ساعة باجتماع رؤساء البلديات أنه البلد مسروق وفي كتير من حكامه شكلين شبكة مافيا، وهذا الموضوع منقوله بكل مسؤولية بدون خجل. من جاي عم رب شعبية بكلام مثل ما بيحكوا عنا، أنا عم بحكي كلام مثبت بوثائق ومثبت بتحقيقات، وبدي يطلع بكتاب قريباً بيتوزع لإلكن. جزين البداية عام 2009 أرادها الجنرال شلال مقاومة عونية جنوبية، متحضراً لبداية مواجهة انتخابية مع الأعدقاء. من جزين، نانسي السبع، قناة الجديد.